الآلاف من محبي الهاتف المحمول آيفون حول العالم قضوا ليلتهم في الطرقات أمام متاجر أبل بانتظار صدور الجيل الخامس من الآيفون. ومع صدور الجهاز الجديد انتشرت الأشرطة المصورة التي تبرز مزايا هذا الهاتف الجديد. الجهاز لم يصل حتى الآن بشكل رسمي إلى الأسواق اللبنانية، واللبنانيون الذين يهتمون بكل جديد تمادوا في الحماسة لاقتناء هذا الجهاز الجديد لأسباب غالباً ما تكون لا علاقة لها بتقنيته الجديدة. لكن لأنه ليس من السهل على الجميع التفريق بينه وبين النسخة السابقة منه، كاميرا للنشر نزلت إلى الشارع حاملة الآيفون 4 القديم والموجود بمتناول الجميع، وقدمته للناس على أنه الآيفون 5، طالبة منهم تحديد الفرق بينهما، وهي حيلة قامت بها إحدى المحطات الأجنبية على شريحة من الناس حيث انطلت عليهم هذه الحيلة. أما عندنا فكيف كانت ردة الفعل على الفرق المزعوم بين جهازين هما في الحقيقة جهاز واحد هو الآيفون 4؟ أصغر شوي بعتقد؟ مهضوم أحلى من هذاك، سكرين أكبر. لا كتير منيح عن جد، يعني كتير ناجح بجرامه، بلا شوي مطول أكتر، أسرع تاتش، في فرق منين؟ وكزوم وصورة أحلى، بس أهم شيء أنه أصغر وأهضم وخفيف، يعني بورتابل أكتر من هوليك. إنه أرفع هذا الفور ماشي، هو بس أطول شوي وأرفع، بس كأبليكيشن تقريبا نفس الشيء. الأبليكيشن بديك آيفون 5؟ طولي شوي صغيرة. حلو كتير، أطول وأخف كشكل، هو أجمل تذكر إنه أطول، لو وزنه أخف أكيد، موديله فيه شغلات أحلى، بس الألوان اللي فيها مضبوطة 100%، حتى مسكته أنعم، يعني محبب أكتر وأخف وزن والمعية تاعته شكله، يعني كله أحلى، يعني مسكته بتحس إنه ماسك تليفون أفضل من الآيفون. رائع عن جد، تجربة رائعة، شغلة عن جد، يعني ما نحق نحكى فيه، شغلة عظيمة. إذن يبدو أنه ما كان في كتير